إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن السرطان ونوع القشاء في الخلايا بشكل عام، ارتباطها في قشاء الخلايا. أثبت يعني العلماء في الفترة المسبقة قبل تقريبا 5 سنين أن قشاء الخلايا لها ارتباط كبير جدا في نوع السرطان. في العادة عندما يصاب شخص بجرح في أي مكان في جسمه، فأن يعني قشاء الخلية أو قشاء الخلايا مكان الجرح تنقسم وتواصل انقسامها إلى أن يلتئم الجرح، ثم تتوقف الخلايا عن انقسامها. يعني عندما يعني تتقارب خليتين مثلا تتلاصقان، فإنهما يعني تتوقفان عن الانقسام إذا التئم الجرح. وهذه الظاهرة يعني فسيولوجية توجد عادة في الخلايا الطبيعية داخل الجسم، وكذلك يعني في المعمل أو المختبر. فعندما يعني نفصل أحد الخلايا الطبيعية ونضعها في طبق بتري مثلا ونوفر لها الغذاء والظروف المناسبة للانقسام، فإنها يعني تنمو وتكون طبقة واحدة متراصة من الخلايا المتجانسة. وأيضا في علاقة في الموضوع، معدل الانقسام بطيء، حيث يعني يبلغ زمن الانقسام الخلايا الطبيعية لإنتاج خليتين متماثلتين تقريبا 24 ساعة. وهنا المقصة طبعا، عندما يعني نجري نفس التجربة السابقة في خلية سرطانية نجد أن معدل انقسامها أسرع من المعدل الطبيعي، بدلا من أن يعني تكون طبقة واحدة متراصة في نسيج كما يعني في الخلايا الطبيعية. طبعا هذه الخلية السرطانية تنمو بدون انتظام على شكل كتلة من الخلايا عبارة عن عدة طبقات سميكة وصلبة، وبذلك يعني نستنتج أن قشاء الخلية يلعب يعني دور هاما في طبيعة السرطان. أتمنى أنكم استفدتم من هذا الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.